تميمة، ايه اللي حصل بالحرف الواحد وانا هفهم كل حاجة. امبارح بالليل بعد ما رجعت حسيت بالصداع الشديد قوي وكنت تعبانة، دخلت غيرت هدومي وقلت اخد دش، وفجأة عمير بيه بره وعايز تميمه. يلا يا حلوه أميرة، انت مش هتيجي معايا؟ لا وانت لوحدك ما تخافيش. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا 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 فيك. ها شلونك اليوم؟ شلون حالك؟ الحمد لله الحمد لله. تسمحي لي اقعد؟ طبعا تفضل. تفضلي. ايه ده؟ هذا علشان القرب والرضا. هذا عقد فيلا توني شاريها حقك، فيلا صغيرة علشان ترتاحين فيها. ايش فيك؟ قليل؟ شوية؟ لا بالعكس كثير. انت تستاهلين كل خير. نعم نعم. ليش ما تسافرش؟ حاضر حاضر ولا يهمك. فعليك ما تبيني اسافر؟ تبيني اقعد وياك؟ اقعد العمر كله. انا حاضر. عن اذنك. الو اسمعني، الغي الحجز. ايه حجزي انا؟ انا اليوم ماني مسافر، ماني مسافر، خلاص الغي الحجز. شكرا. ها مبسوطة؟ مستانسة؟
مرسومة تمام الشفة وردة. والنبي عسل، ايه بنت الحلاوة دي؟ يا بنت بتخف عليها شوية يخرب بيتك. يو بلاش ارحب بيكي، طب ده انت جاية مع الغيل. تعالى نمشي نقف في حتة تانية هوا، اتخنقت. اصبري طيب بس شوية. سونا حياتي، ما تيجي ترقص معايا شوية. حل عنها مروحة، مش فايق لك. كنت ايه يا ليلى؟ ازيك؟ بسم الله على عينك يا سامية، ازيك انت؟ ما تيجي بقى. يا بنت حل عني بقى، هويني. هو أنا كنت قلت حاجة غلط؟ أنت كنت فين؟ مراد بيه مستنيك بقى له ساعة. هو فين طيب؟ خش أنت بس لجوة الأوضة وأنا هتصرف. يلا يلا. تعال. على فين بقى؟ تعالي بس. ما تيجي نمشي بقى. بقولك يا بنت انت وهي، افردي جوزك ده شويه يا حبيبتي، ها؟ وهزوا كده بنفس، وايه ما عادش في ضمير، اعملوا بلقمتكم والنيله. احنا بعيد عن الدوشه كده. ايه ده؟ احنا هنا ليه؟ بصي انا مأمنه لك يا ابني، انت اخويا، انت جايبني هنا ليه؟ خد هنا، انت رايح فين؟ مش هنا احسن برضو؟ انا قلت الفيلا هيبقى دمها تقيل قوي. على فكرة الباب مفتوح، لو عايزة تخرجي خرجي، أنا مش ماسك فيكي. بس قبل ما تخرجي أنا عايزة أعرفك حاجة مهمة. مش عايزة تعرفي حسني هياخد كام عشان يجيبك هنا؟ مش أنا قلتلك قبل كده لما بعوز حاجة باخدها وبأي طريقة ومفيش حاجة بتقف قصادي؟ جدع حسني ده.